تعال نحقق شو منحلم، تعال نسامح تعال نرحم، تعال نحقق شو منحلم، تعال نسامح تعال نرحم، تعال نقوى تعال نقوى تعال نقوى 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 تعال نقوى تعال نقوى تعال نقوى نقوى تعال نحقق شو منحلم. منبلش تجمعنا بالنشيد الوطني اللبناني يلي نشيد الكفاءات. يلقيها الطالب شرب الحنينة. لأن ما له حدا خلينا نحن نكون الحدا، هيك قررنا نسمي لقائنا التضامن اليوم مع زميلنا سمير كسار. نحن اليوم كطلاب زملاء لسمير وأساتذة واكبوا سمير بدراسته وأهل ربه وكبروا ابنهم وعلموا وأصدقاء شاركوا سمير لحظات كثيرة، جايين نطلب إنه يرجع سمير ليلي عديناهم، زملائه أساتذته أهله وحبايبه. سمير اتعلم بهالجامعة ليصور الخبر وينقلوا الخبر الموضوعي، الإعلام الموضوعي لا أكثر ولا أقل. لهالسبب بدنا إياه يرجع ويكفي شغله الموضوعي للقمة عيشه ويكفي حياته مع اللي حبهم وحبوه. نحن طلاب جامعة الكفاءات زملاء سمير كسار السابقين والحاليين، عنا كلمة واحدة بس بدنا نقوله، ناطرينك ترجع يا سمير لنفرح كلنا سوا برجعتك. وشكرا. ببساطة تلميذ الجامعة سمعنا كلمة الطلاب اللي هن زملاء سمير، والشيء اللافت للنظر انه ما في زملاء حاليين هلأ لسمير. سمير تخرج من كم سنة من عنا، بس هلأ انا عم بتطلع بوجوهكم بوجوه الطلاب عم شوف بكل وجه سمير او مشروع سمير. نحن عم بنعلمكم عم بنعلم أولادنا لينقلوا الخبر لينقلوا الصورة، مش لنيجي نهار نشوف انه صورتهم انقلت وخبرهم بعيد الشر عن قلبه النقل أبدا. نحن عم بنعلمكم كأولادنا وسمير كابننا. سمير نطرينه يرجع مثل ما قالوا زملائه لا أكثر ولا أقل، بدنا إياه يرجع هو والزميل الثاني لإله كمان، وهون لازم نذكر اسمه إسحاق المختار اللي هو كمان مندوب، يعني سمير بيصور هداك مندوب. كلكم ممكن توصلوا تشتغلوا مثل ما سمير اشتغل وتروحوا لتنقلوا الخبر بغض النظر في حرب ما في حرب، انتوا مع انتوا ضد، مش هذا هو الموضوع. موضوع هو نقل الخبر الموضوعي، هذا اللي انتوا عم تتعلموه اعلاميا وفنيا. فما بدنا يصير عنا اللي صار مع سمير وزميله. نتمنى انه يرجع وحتى لي نفرح مثل ما قالوا زملائه كلنا سوا فيه. فان شاء الله صوتنا يوصل، وكلمة بي أنا بقولها بالنهاية أكثر من كلمة مسؤول أو أستاذ بالجامعة. سمير ابننا وكتير بيعز علينا يغيب عنا ابن من أولادنا. هذا بس اللي بدي أقوله، وشكرا لكم وشكرا لكل السيدة.